عنوان نفسه أرواح منسية، إيش تتوقعوا بتكلم عن؟ أموت. إيش؟ على أصواتكم لو سمحتوا. عن أطفال، أوكي. طيب الأطفال هذول إيش فيهم؟ أوكي طيب ذو احتياجات خاصة، سمعت منسيين. طيب خلوني أبدأ لكم قصة صارت لي أنا شخصياً مع زميلتي سارة. كنا في المستشفى، دخلنا عند جناح الأطفال، شفنا فعالية صغيرة قاعد يسووها الأطفال. جتنا الممرضة وقالت لنا إنه في طفلة قاعدة لحالها في غرفتها، إنه لو تقدر تحاول تقنعها تيجي لأنها هي مو راضية تيجي. رحنا أنا وسارة وفتحنا عليها النور، دخلنا، راحت على طول عصبت علينا، قالت مين قال لكم تيجوا؟ اقفلوا النور واطلعوا. طبعا إحنا لبينا طلبها وطلعنا. لما رحنا سألنا الممرضة إيش فيها، ليش معصبة، قالت إنه أهلها مو موجودين. إحنا أول شيء جاء في بالنا هي يتيمة وأهلها متوفين. بعدين قالت الممرضة لا، أهلها مو متوفين، هم موجودين بس مو بالنسبة لها. تاركينها في المستشفى، تخيلوا طفلة عمرها 5 سنوات تنام لحالها، تاكل لحالها، تقوم لحالها، تسوي كل شيء لحالها، 5 سنوات عايشة في المستشفى لحالها، حتى العمليات إذا تحتاجها تدخلها لحالها. يعني إحنا وإحنا كبار إذا 3 أيام ندخل المستشفى بس عشان عملية بسيطة، نحتاج كل أحد نحبه حولنا، نحتاج أحد يمسك يدنا يقول لنا إنه لا تخافوا، إحنا بنكون موجودين أول ما تطلعوا من العملية وبتلاقونا. فما بالكم في طفلة عمرها 5 سنوات ما في ولا أحد حولها. المهم أنا وسارة حاولنا إنه نتعرف عليها. طبعاً هي في البداية ما كانت متقبلتنا أبداً، وكان الموضوع مرة صعب. كل من يجي تقول لنا اطلعوا برا، اطلعوا برا، أنا ما أبغى أتكلم مع أحد. يوم ورا يوم، أسبوع ورا أسبوع، ما هي راضية تتقبلنا أبداً. إلين ما يوم من الأيام قالت سارة إنه خلنا نروح نأخذ كتبنا ونروح نقعد عندها. دخلنا عندها، قالت إنه أنا كمرة أقول لكم خلاص ما أبغى أتكلم مع أحد. قلنا لها خلاص انت ما تبي تتكلمي مع احد، احنا ما راح نتكلم معاك، احنا بنقعد وندرس بس، انه بنقعد في غرفتك. قعدنا كذا ساعه الا ربع، وبدت تتكلم معانا، بدت تقول لنا اشياء، بدت تقول لنا ايش هي حاسه. اتذكر موقف صار مره، كنت قاعده معاها الصباح وقلت لها انه انا اليوم المغرب عندي مباراه التنس النهائيه، ادعي لي انه افوز فيها لان المباراه تعني لي كثير. الساعة 4 العصر وأنا في النادي جوالي يدق، أمسك الجوال ألاقي سكايب قاعد يدق. طلعت هي تقول لي يارا إنه أنا كلمتك بس عشان أتمنى لك التوفيق، وأبغاكي تخلص المباراة وتكلمين إنك أنت فزتي، ما تقولي أي شيء ثاني. تخيلوا طفلة عمرها 5 سنوات فيها كل هذه المشاعر. طبعاً عشان موضوع تيدكس هذا تيدكس جامعة الملك سعود، إنه حلم اليوم واقع الغد. أنتوا عارفين إنه هذه البنت كان حلمها إنها تروح مكة، هذا كان حلمها الوحيد إنها تروح مكة، بس ما حد يقدر يوديها لأنه أهلها تاركينها. طبعاً السنة الماضية دخلت العناية المركزة وتوفت، وكان حولها 17 طالب وطالب الطب، بس أهلها الصديقين ولا أحد موجود. طبعاً زي هذه الطفلة في أطفال كثير غيرها، وللمعلومية أكثر الأطفال المنسيين والمتروكين في المستشفى حالاتهم الصحية ما تستدعي إنهم يبقوا في المستشفى، عادي يقدروا يرجعوا البيت. وزي قصتها في قصص كمان سعيدة ونهايتها حلوة، زي في طفل قعد 3 سنوات تركينه أهله في المستشفى، كان يحتاج غسيل دائما، غسيل كلى، فتركوه في المستشفى، وبعد محاولات كثيره
الحمد لله الأسبوع الماضي رجع لأهله وأخذوه. طيب أوكي الحين اللي أنا أبغى أوصله لكم من هذه القصص كلها إنه التغيير كله يبدأ فينا إحنا. إحنا اللي لازم نغير. إحنا ما يصير شوفوا كميتنا إحنا الحين اللي في المسرح، ما يصير نقول خلاص غيري بيسوي، خلاص غيري أحسن مني، غيري في عنده سلطة أكثر مني. إذا قلنا كذا كل شخص بيتكل على الثاني وما حد راح يسوي ولا شيء. بالعكس مفروض نقول أنا فرد في المجتمع وأنا أبغى أسوي التغيير، ليش ما أنا اللي أغير؟ أذكر قبل كم يوم كنت في كورس وقالت لي المدربة إنه أنت لو تحسي نفسك صغيرة قدام العالم بس تذكري لو غيرتي شيء واحد في شخص واحد فهي خطوة تجاه تغيير العالم. طبعاً إحنا يعني إذا إحنا نبغى نغير فأطفالنا حق علينا، يعني الأطفال ما لهم أي قوة وبنفس الوقت يعني ما يحتاج أي تكلفة إنه إحنا نروح ونسمع لهم، ما يحتاج أي شيء، هما بس يحتاجوا ناس تيجي وتسمع لهم. أتذكر كان في واحد من الأطفال كنت أنا قاعدة معاه وكان قاعد يقول لي إنه أنا يعني مرة كان يحب يلعب فيفا، فكان قاعد يقول لي إنه أنا خلاص طفشت ألعب فيفا لحالي، ودي ألعب مع أحد يتحمس معايا. قلت له بس كذا؟ طب خلاص أنا أجي ألعب معك. قال لا ما ينفع، أنت بنت، البنات ما يلعبوا كورة. قلت لا والله خلاص بجي بكرة وألعب معك وأفوز عليك كمان. ومرة انبسط يومها وصار يعرف إنه كل يوم الساعة 12 أنا جاية ولاقيه مجهز البلاي ستيشن، مجهز كل شيء، مجهز الفرق، عارف أنا أي فريق أبغى. ومع كذا يوم ورا يوم كنا كل يوم نلعب سوا ومرة تغيرت الشيطة. أحب أتكلم عن مبادرة صارت اسمها كن صديقي. هذه المبادرة في ناس يمكن منكم تعرفها وناس ما تعرفها. كانت هي بدأت فكرة مرة بسيطة، طالبة طب كانت في جناح الأطفال صار صديقي ودكتور أطفال دكتور يوسف الناصر، كانوا كل واحد لحاله قاعد يلعب مع الأطفال وفجأة قابلوا بعض وقالوا خلينا نبدأ هذه الفكرة. بدت فكرة مرة بسيطة والحين صار لها صدى كبير، صار ما يعني يسوي على الأقل 3 فعاليات للأطفال في مستشفيات الرياض. فيعني اللي أبغى أوصله لكم إنه يعني حتى الفكرة البسيطة ممكن تكبر وتكبر وتأثر كثير. هوريكم واحد من الفيديوهات اللي عن فعالية سويناها في عيد الفطر منكم صديقي. I'm not afraid.
أحباب الله، هم حق علينا أن نوصل أصواتهم وأن إحنا نكون لهم ما يستحقونه، فلنكن لهم صوتاً مسموعاً. شكراً.